عبسلم تكون في دي العملية دي وانا عمري ما غادي نجي معانا يا راي مرة بوحدي هز الكرة وهز الماء وهز الطو وهز الطريط ما كل دي انتوا لدرجة انني غرقت مع الفرماسيين مع الكريزي. الله يجزيكم بالخير والله يرحم ليكم الوالدين اللي كنوجه النداء ديالكم باش تعاونوا مع عبسلم. عبسلم من اطيب خلق الله. عبسلم درويش. عبسلم هو فيه كل شيء. داكشي اللي كنشوفو في عبسلم كنتمناو انه غيمشي ان شاء الله يدير العمليه ويجي يا ربي على رجليه ويجي كيشوف. كنترجاكم والله يرحم لكم الوالدين اللي ما تعاونوا مع راجلي راه مازال صغير مازال باغي يشوف الدنيا. كيتمنى باش يشوف بنته ويشوف والدي الام ديالو ويشوف الاب ديالو ويشوف اخوته. السلام عليكم. معكم أمينة مرات عبد السلام اللي كان خدام عادي. من بعد حتى جا واحد الكريز كنت ديته للكلينيك باش يشوف شنو عنده. قالوا لي راه عنده واحد الورم في المخ ديالو محتاج واحد العملية اللي هي ايرجو. درنا لي هذيك العملية في 2017 شهر 8 والعملية الثانية في 2017 شهر 9. ما بيناتهم الشهر هو ما كاملش. من بعد خرج ما كيشوفش نهائيا فاقد البصر ديالو. ملي دويت مع الطبيب ديالو على العينين ديالو قال لي غير خاصو من بعد خاصو الترويد وغادي يولي يشوف. انا ديتو عند واحد الاوفطالمون قال لي راه تقاس ليه العصب البصري ديالو ما كاينش الامل في الشوفان. ورغم هادي كنفقدش البصر مابقيتش زعما هذا الامل بقيت كندي عند الطبه. من بعد مرات عليا تقريبا شي 6 شهور عاود ديتو عاوتاني بقى المشيين ديالو غادي وكينقص ليه مابقاش كيمشي ليه في مكان في الاول. من ديتو عنده قال لي عنده الماء في الراس خاصو ضروري يدير واحد لاباراي ديال دي في بي. من نهار درت لي داك لاباراي هو ما تيمشيش. دابا هادشي تقريبا غنقف يقفل شي عامين هو ما كيمشيش وما تيشوفش ما كيدير حتى شي حركه. الا ما درت لي انا ما بركتوش انا ما تيبركش ولا ما وكلتوش انا ما كياكلش. انا هي عينين عبد السلام انا هي رجلين عبد السلام. دابا حاليا فاقد البصر وما كيمشي ما حتى شي حاجه. انا هي غير كاريه كنت خدامه انا وياه وكنا الله كيمقادين مع الوقت. دابا هي غير كاريه انا بارطمان ب 30000 ريال والموضوع وعنده الدواء ديالو كل 3 شهور من 3000 درهم حتى 3500 درهم من غير السكانير من غير الريم ديالو. غالبني الوقت بزاف الوقت غالبني بزاف ما عرفتش شنو غادي ندير. وغير انا وياه اللي كاين العائله الصغيره ديالو ديالو والناس اللي كتخدم معاهم انا اللي كنحتاج شي حاجه كيعاونوني. دابا هي العوين عوين الله. مني مشيت ما بقاش هكا مبقيتش باركه عاودت رجعت عند الطبيب ديالو باش يعرف ليا علاش نمشي انا ما كيمشيش. قال لي راه عنده واحد داك الاورام اللي في الراس ديالو هبطوا ليه النخاع الشوكي ديالو يعني ما كاين حتى شي امل باش غادي يمشي. من بعد هذاك هو الخبر اللي نهار اللي تلقيته وني صافي ما الحياه ديالي تتقلبات سفال عليها. انا كنحمد الله وكنشكره ولكن ما عارفاش شنو غادي ندير ليه. رغم ذلك قلت ما غاديش نبقى نتفرج في عبد السلام بحال هكا. مشيت تواصلت بواحد الكلينيك واحد المصحه كاينه في تركيا قالوا لي راه كاينه العمليه ان شاء الله غتكون ولكن التكلفه ديالها اللي هي كتفوق 35 مليون. انا اصلا ما عنديش منها حتى شي درهم ما عنديش من حتى شي حاجه. انا الله كيمكافيه غير مع المصروف ديال الدار مكافيه مع الدواء ديالو كنهزو غير كريدي من الفرماسيين مكافيه مع بزاف د الحوايج. حتى الحمل ثقيل عليا بزاف وانا باش نبقى نتفرج في عبد السلام بحال هكا كل نهار كيدوز عندي بحال كيدوز عليا بعام. وحتى داك الورم اللي عنده في النخاع الشوكي ديالو يقدر في اي وقت يتفرقع عليا في النخاع الشوكي ديالو ما يبقى لا يمشي لا والو. كنتمنى من الله ان يكون شي حل في اقرب وقت باش عبد السلام يمشي يتعالج. عبد السلام كيترجاكم. عبد السلام عنده بنيه عندها 4 سنين مازال باغي يشوفها. عبد السلام
عبد السلام هو كل شيء عندي أنا، كنترجى من الله وكنترجاكم أنه عبد السلام يمشي على رجليه ويشوف بعويناته، والأمل كله عند الله والأمل فيكم أنتم. مايا عبد السلام بغي يشوف ملاميح بنته اللي دابا تقريبا عامين هو ما شايفهاش، حتى ملاميح بنته بدا كينساهم. عبد السلام كنعيش أنا وياه غير بلا إله إلا محمد رسول الله، القوت ديالي كنجيبو أنا وعبد السلام غير بزز. كنترجاكم وكنترجى الناس اللي غادي يديروا بوجه عبد السلام وجه البنت باش يتعاونوا معاه. كنتمنى من الله العلي العظيم ان نلقى الناس في اقرب وقت باش يتعاونوا مع عبد السلام. عبد السلام راه في حاجه ماسه ليكم، عبد السلام راه درويش، عبد السلام راه السيد الله يعمرها دار. كنتمنى من الله انكم توقفوا معاه. كنتمنى من المولى اول حاجه المحسنين انني بغيت غير ندير هاد العمليه اخويا بغير باش نوقف غير على رجليا. اما قضيه العينين في يد الرحمن، واش نقدر نعاود نرجع نشوف ولا لا ما عرفتش. غير انا بغيت نوقف على رجليا باش نعاون غير الزوجه ديالي شويه على هاد المعاناه، لانه ولا ظهرات كيضرها بكثرت انها كتقدر تهزني. ما بدنولي مشيت انا للطواليت راسي نهبط مع الدروج نشم غير الاكسجين ديال برا. انا دابا مده شي عام دابا ما خرجت من الدار غير الا كان غير كونترول. هذاك كنمشي في الطاكسي فهكا كيهبطوني اربعة الناس، الا بغيت نهبط خص اربعة الناس اللي يهبطوني. غير انا بغيت غير نوقف على رجليا. ما كرهتش انا هي تبارطاج هاد الفيديو ونتلاقى مع شي محسنين اللي يعاونوني، ولو بشويه بشويه بقلي بقلي تيتجمع ليا الفلوس باش ندير هاد العمليه. قالوا لي انها تقدر العمليه تنجح في تركيا، وهذا الشيء اللي كنترجى من الله سبحانه وتعالى ان يتبارطاج الفيديو ويشوفوا الناس كثار ويتجمعوا لي هاد المصاريف ديال هاد العمليه. ما بغيت انا خويا لا السكن ولا حتى شي حاجه. انا واخا كاري بهاد المبلغ ديال 150 1500 درهم غير على قبل الطواليط، حيت كنقدرش نبقى في الطواليط اكثر من ساعه. عادي كنقدر ندير الطواليط ديالي، لانني الا خديت بيت مع الجيران غادي نلقى مشاكل. واخا المصاريف كثار وداك الشيء، المهم المعاناه الزوجه ديالي راه حكات لكم كل شيء. غير هي مسكينه وليت كتبقى فيا باش كل ساعه كنبقى فيقه باش تقلبني على ظهري كيطيب ليا. كل ساعه كنفيقات اكثر من 8 مرات في الليل، وليت لدرجه انني مابقيتش قادر نفيقها ونصبر. وهذا انا بغيت غير اخويا غير العلاج غير التعالج، ما بغيت والو. الله يجازيكم بخير، الله يكمل يا ربي تحنن المحسنين في يشوفوا هذا الفيديو وتعاونوا معايا. هادشي اللي بغيت اخويا.